السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم سارة فوزي من قرية مكة كوروشيه. ان شاء الله النهاردة هنتعلم غرزة العمود بثلاث لفات. كنا اتعلمنا غرزة العمود بلفتين في الفيديو اللي فات، النهاردة ان شاء الله غرزة العمود بثلاث لفات. لو نرجع مع بعض، غرزة العمود بلفتين كنا بنسيب اربع سلاسل ارتفاع وبندخل في الغرزة الخامسة، وكنا بنلف لفتين على الإبرة. لا، المرة دي بقى في غرزة العمود بثلاث لفات، هلف ثلاث لفات على الإبرة وأسيب خمس سلاسل. واحد اتنين تلاتة، واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة، وأدخل في الغرزة السادسة زي ما عملنا بالظبط في الفيديو اللي فات، وهسحب الخيط هلاقي معايا خمس حلقات على الإبرة. هلف واطلع من اتنين، وألف واطلع من اتنين، وألف واطلع من اتنين، وألف واطلع من آخر اتنين. يبقى بطلع من الإبرة أربع مرات. تاني هلف تلات لفات على الإبرة وأدخل في السلسلة اللي بعدها وأسحب الخيط واطلع، هلاقي معايا خمس حلقات على الإبرة. هلف الخيط واطلع من اتنين، ولف الخيط واطلع من اتنين، ولف الخيط واطلع، ولف واطلع آخر مرة. بلاش نشد الخيط يا جماعة كده عشان يعني نعرف نشتغل، خلينا كده ايه بالراحة. هنلف ثلاث لفات وهندخل في الغرزة ونسحب الخيط ونطلع، هنسحب الخيط ونطلع من اول لفتين ونسحب ونطلع من اول لفتين ونسحب ونطلع، هيبقى معنا اخر لفتين. طبعا الغرز دي بتنجز قوي في الشغل، يعني لو بتعملي القطعة هتلاقيها يعني خلصت معاكي بسرعة جدا، وبتبقى حلوة قوي في الجوانتيات والشرابات. هلف ثلاث لفات على الإبرة وهدخل في السلسلة اللي عليها الدور وهسحب الخيط واطلع، هلف واطلع من حلقتين، ولف واطلع من حلقتين، ولف واطلع من حلقتين، وهلف واطلع من آخر حلقتين. تاني هلف ثلاث لفات على الإبرة وأدخل في آخر سلسلة معايا واسحب الخيط واطلع، معايا كم حلقة؟ خمسة. هلف واطلع من اتنين، ولف واطلع من اتنين، ولف واطلع من اتنين، واخر سلسلتين. وبكده نبقى عملنا اول سطر في غرزة العمود بتلات لفات. تمام، عشان ارتفع بقى وابني سطور هرتفع كم سلسلة؟ خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، والف الشغل والف على الابرة تلات لفات وادخل تحت حرف الفي، تحت حرف الفي، واسحب الخيط واطلع، وانزل تحت الخيط واطلع من لفتين، واسحب واطلع من لفتين، كمان اتنين واخر اتنين معانا. هلف تلات لفات على الابرة وادخل في السلسلة الغرزة اللي على الدور واسحب واطلع من حلقتين، واسحب من حلقتين، واسحب تاني واخر مرة. هلف تلات لفات على الابرة وادخل تحت حرف الفي واسحب الخيط واطلع، هلاقي خمس حلقات. هسحب الخيط واطلع من اتنين، واسحب واطلع من اتنين كمان مرة واخر مرة. هلف تلات لفات على الابرة وادخل تحت حرف الفي واسحب الخيط واطلع، طلعت من اتنين وكمان اتنين، واسحب الخيط واطلع من اتنين. نيجي كده نشوف احنا كان معانا كام، لسه فاضل غرزة معانا. سوري يا جماعة احنا فوتنا الظاهر غرزة، معلش. هلف تلات لفات وادخل تحت حرف الفي واسحب واطلع من حلقتين، ولف واطلع من حلقتين، ولف واطلع من حلقتين. لازم نعد يا جماعة عشان ما نغلطش ونفوت غرزة زي ما احنا فوتنا دلوقتي. هلف تلات لفات على الابرة وادخل في اخر غرزة معايا واطلع، واطلع من حلقتين واسحب الخيط واطلع، واسحب من اخر حلقتين. وبكده نكون عملنا سطرين من غرزة العمود بتلات لفات. بسيطة جدا وما فيهاش حاجة، اتدربي عليها كتير، ولو في اي حاجة سيبيلي في التعليقات. وياريت لو اول مرة اشوف الفيديو ياريت اشتراك، ولو عجبك الفيديو لايك وشير، واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.